في ناس كتير قاعده عماله بتنتقد في القانون الجديد الخاص بموضوع مترو الانفاق، مش الهيئه القوميه مترو الانفاق. وانا عندي موقف الحقيقه اعتقده من وجهه نظري سليم فيما يتعلق بازاي اقدر افعل ادوات البنيه الاساسيه بتاعتي، هي بقى مترو الانفاق، هي القطر، هي الى اخره. يمكن حتى مره كنت بتكلم مع الدكتور عبد المنعم سعيد، قلت له انا عايز اصحى الصبح الاقي انه في 30-40% بالكتير او 30-35% تحديدا يعني من شركه السكه الحديد تطرح اسهم في البورصه المصريه. فضحك قال لي اشتراكي يا ابن الاشتراكي، ايه ده؟ ده اشتراكيه جديده. فحتى ضحكت قلت له يا دكتور حضرتك ادرى مني، الاشتراكيه في اساسها مش مفترض فيها التأميم. ومصطلح التأميم ده بالمناسبة سادة هو مصطلح بريطاني، يعني مصطلح لم ينشأ لا في الاتحاد السوفيتي ولا نشأ في الصين الماوية ولا نشأ في أي دولة من دول الكتلة الشرقية ولا نشأ في كوبا. يعني الناشوناليزيشن ده أو التأميم ده كان اصطلاح إنجليزي وظهر على إيد رأس ماليين إنجليز أو سياسيين يمين إنجليز بمعنى أدق، وكانوا شايفين أنه ملكية الدولة في سيطرة على أدوات الإنتاج هو ده الأسلم علشان أنه موارد الدولة دي. ودي قصة تانية يعني، وبعيدا حتى عن نظريات الاشتراكية الفبية لو أنت بتحب تقرأ فيها. لكن لما تيجي تقعد تفكر في ناس كتير قوي 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 اتكلمت على احنا لازم نفعل مترو الانفاق، احنا عاوزين نشتغل اعلانات في مترو الانفاق، احنا عايزين نحط محطات تلفزيون في مترو الانفاق، طب محطات راديو امتيازات يعني في مترو الانفاق، طيب نعمل سلاسل مطاعم في مترو الانفاق ونعمل فود كورت في مترو الانفاق. كل ده كلام كان الناس بتقوله في مصر وبره مصر. ومثلا على موضوع بالمناسبة قناة الجزيرة على سبيل المثال لا الحصر يعني استضافت أكتر من ضيف يتحدث عن هذا الموضوع ومسألة الاستثمار في مترو الأنفاق بدل ما يرفعوا التذاكر، وليه ما نعملش محلات أكل وشرب، وليه ما نعملش إعلانات. كويس، نفس الحكاية هتلاقيها حصلت في الشرق على سبيل المثال وفي مكملين على سبيل المثال آخر، بصرف النظر مين المذيع، مش ده موضوعي على الإطلاق. المسألة بتتعلق على أنه يتم التصفيق الحاد على فكرة ما طالما انه لسه الدولة في مصر ما عملتهاش. طيب اول ما الدولة تعملها تقابل بهجوم ضاري، انتوا هتضيعوا الدنيا، بتبيعوا مترو الانفاق بتاع الغلابة، هتبيعوا القطر، هتبيعوا هو مفيش حد هيبيع حاجة تاني. ومشاريع الخصخصة اللي كانت بتتعمل من ايام الله يرحمه عاطف عبيد ويسامحه ربنا يعني حاجة، واللي بيحصل دلوقتي ده حاجة تانية خالص. وهذكرك بالمثال الشهير بتاع طيارات رافال، لما رحنا اشترينا من فرنسا قعدوا يتهكموا علينا، لما قطر اشترته بقت الرافال عظيمة. صح؟ صح. لما يحصل قانون طوارئ في مجلس الشعب عندنا يقلوا أدبهم علينا، لما رجب طيب أردوغان يفرض حالة الطوارئ 3 أشهر يبقى حلو وجميل. لما تيجي تقول لهم والله الميزان الاقتصادي او الموازين الاقتصاديه المصريه بتتعدل فيقول لك واين الحريات؟ حلو؟ لكن لما رجب طيب اردوغان يعتقل صحفيين ويصادر جرايد يقول لك بس شايف الاقتصاد عنده عامل ازاي؟ هي المساله دايما هتفضل ماشيه كده. فمش عايزين بس حد يقعد ياكل لكم في دماغكم. وبالمناسبه هو التطور اللي حصل في الاشتراكيه في العالم وصولا الى ما قد يطلق عليه في بعض المدارس الديمقراطية الاجتماعية، هي مش ضد على الاطلاق انه تطرح جزء من الاسهم طالما انها مش حصة حاكمة في البورصة. ده واحد. اتنين، اللي بيشتري في البورصة مين؟ انا وانت وغيرنا. لو كان عندنا مقدرة مالية نحن نخش نشتري اسهم، ده على سبيل المثال. يعني حتى هذه الاسهم بتتحول الى ملكيات عامة ولكن في شكل اسهم مطروحة امام الناس تشتري وتبيع ومش حصة حاكمة. يعني انت ما بتبيعش الشركات بتاعتك لحد، لا ده بالكتير 30% اسهم ليا وليك. طيب بلاش ده،